نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي تارت المانجا وجوز الهند. ومقادير التارت بالنسبة للقاعدة عندنا كوباية وثلاث أرباع دقيق، ثلاث أرباع معلقة صغيرة ملح، ثلاث أرباع معلقة صغيرة سكر، ونص كوب زبدة باردة، وماء مثلج حسب الحاجة. بالنسبة للحشو عندنا واحد كوب سكر بني، نص معلقة صغيرة ملح، اثنين معلقة صغيرة دقيق ذرة، اثنين بيض، واحد صفار بيض، نص معلقة صغيرة فانيليا، ربع كوب زبدة، وواحد كوب جوز هند محمص. وعندنا للتوبينج علشان ندهن المانجا اثنين مانجا ونص ليمونة، واحد معلقة كبيرة كورن سيرب، واحد معلقة صغيرة مية. هنبتدي بالقاعدة وهنحط المقادير كلها ما عدا المية في العجينة، الزبدة والدقيق والملح والسكر، وهنضربهم مع بعض وهنضيف كمية مية متلجة مجرد بس على حسب الحاجة. أول ما تبتدي تجمع العجين مش هنحط مية أكتر من كده، هنحط شوية مية صغيرين. وبكده عجين التارت جاهز زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هناخده نفرده وهنحطه في صينية التارت، وبعد كده هنحط عليها البقول وندخلها الفرن علشان تتحمر. وبكده يبقى عندنا التارت بتاعتنا، القاعدة بتاعتها جاهزة. دلوقتي اسيح الزبدة، هنحط صفار البيضة، والبيض والفانيليا، قلبهم مع بعض. هنحط دقيق الذرة، رشة الملح والزبدة، ونقلبهم مع بعض. وآخر حاجة هنحط جوز الهند المحمص. وبعدين نحطهم فوق التارت. هندخل التارت الفرن على درجة حرارة 160، وهتقعد في الفرن حوالي 30 دقيقة. هنيجي هنا نحط الليمون والمية والجلوكوز وهنسخنهم على النار عشان الجلوكوز يسيح معاهم. ده بيكون شكل التارت بعد ما بتطلع من الفرن.